وأقول للذين يقولون لفصائل المقاومة وللثوار وللمجاهدين الذين يقول لهم إن مقاومة الظلمة والتحزب الصهيوني الكبير الآن على بلادنا وبلاد المسلمين الأخرى، الذين يقولون لهم إن هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، أقول لهم إنكم بهذا القول قد ألقيتم بأنفسكم إلى التهلكة. فقد صح عن النبي، فقد صح من حديث أبي أيوب يعني في سبب نزول قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب كما عند الترمذي وهو حديث صحيح، قال يعني لما نصر الله الإسلام، لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه نزلت فينا أيها الأنصار هذه الآية، قلنا يعني لنرجع إلى بيوتنا وإلى أموالنا ونصلح ما فسد منها ونترك ما نحن فيه يعني من الجهاد، قلنا ذلك سرا، قال قلنا ذلك سرا فيما بيننا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى فينا هذه الآية، قال إنكم تؤولونها على غير ما هي عليه، وإن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، إن ترك الغزو وترك الجهاد هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.